بسم الله الرحمن الرحيم مع بعض في MET 321 Modern Algebra اللي هو الجبر الحديث. النهاردة مع بعض هنستعرض Midterm 1 قديم من السنة اللي فاتت أو اللي قبلها، هتشوف اللي انتوا بعتنوه لي على الجروب هنبتدي نشرحه. يلا نشوف مع بعض أول سؤال. بيقول Let G و Dot be a group، يعني الجي دي أو الأوبريشن دي جروب، يعني هو معترف إنها جروب خلاص. Such that for every a في g ال a سكوير بتساوي e، يعني تمسك العنصر اللي تضربه في نفسه يجيب الايدنتيتي. ال a is the identity، يعني معرف لك برضه مين هو ال a، هذا العنصر is the identity، يعني هو معترف ان هذا العنصر هو عباره عن الايدنتيتي element، معترف بيه ان هو الايدنتيتي. طب كويس، يعني بيعرف لك مين ال a دوت هو الايدنتيتي. طب لو حصل كده كل عنصر تضربه في نفسه يجيب الايدنتيتي E، الايدنتيتي بروف ذات ان جي از ابيليان، يعني كوميتيتيف. ابيليان يعني ايه؟ الاي في البي هي بي في الاي. طب تعالوا نشوف نثبتها ازاي. اثباتها بسيط جدا. اولا انا عندي اي سكوير بتساوي اي، حلو. طيب لو ضربنا الاثنين دول في ماينس 1، اي ماينس 1 ادي اي سكوير بتساوي اي، حلو الكلام، حلو الكلام. طب لو ضربنا الطرفين ها في A minus 1 وهنا A minus 1، أي عنصر يتضرب في الـ E هيجيبه هو هو، يعني الـ identity element. إيه تعريفه؟ الـ identity element يخش على أي element ما يغيرش منه حاجة. يبقى لما دول ينضربوا في بعض كده أهم، دول ينضربوا في بعض دول كده، يبقى هنا A minus 1. طب هنا A minus 1 وهنا 2، يبقى هنا A واحدة بس. يبقى معنى كده وصلنا إلى حاجة جميلة جدا، إن الـ A ماشي هي الـ A minus 1. حلو. طب والـ A دي مين؟ ده أي عنصر في الجروب. يعني أي عنصر في الجروب هو سيلف انفرس، يعني هو انفرس لنفسه. يعني الـ A minus 1 هو A، يعني أي عنصر الانفرس بتاعه هو هو. ولذلك ممكن يجي السؤال ده بالطريقة دي، يقول لك ايه لو كل عنصر في الجروب هو سيلف انفرس، يعني ايه بتساوي ايه منصات، اثبت انها ابيليان برضه، لان دي منبثقة من نفس التعريف. عشان يهمني قوي انا الصيغة، صيغة السؤال اتغيرت بتقف انت تقول الله ما خدتوش يا دكتور، لا لازم تفهم الصيغ المختلفة للسؤال، وهقول لكم في اخر حل الصيغ المختلفة للسؤال ده. طيب يبقى احنا اثبتنا ايه دلوقتي؟ اثبتنا حتة حلوة قوي، ان اي عنصر A في هذه الجروب على هذا الشرط هو نفسه الـ A minus 1. طب كويس، وصلنا لحتة جميلة جدا، ان اي element هو نفسه الانفرس بتاعه، بنسميه self inverse، يعني اي element هو في حد ذاته inverse لنفسه. طب انا عايز اثبت انها abelian، يعني ايه abelian؟ يعني xy هي yx، ab هي ba، لاي a وb في الجي A B هو B A. طب نثبتها ازاي؟ بص بقى سهولة. اولا انا عندي A ماشي B، هو ده عنصر صح ولا مش صح؟ ده عنصر، لان A في جروب وال B في جروب حاصل ضربهم هيبقى عنصر في جروب. طب ما هو نفسه الانفرس بتاعه A B الكل ماينس 1، لان كل ده X، يبقى X هو X ماينس 1، لان ده كله ده عنصر X. بحسب القاعده دي اللي احنا وصلنا لها لو بداناها من شويه، لما خدنا من هنا وضربنا في A minus 1 وصلنا ان اي عنصر هو الانفرس بتاعه. طب ما ده عنصر هو الانفرس بتاعه. طب اخدنا حاجه جميله قوي، ان الانفرس بيطلع بترتيب معاكس، يعني A B minus 1 تطلع تبقى B minus 1 A minus 1. ودي مساله ممكن تجي لكم برضه، يقول لك اثبتها، بس دي خلاص احنا خدناها وعارفينها، دي خاصيه من خصائص ايه؟ الجروب elements properties، ان الـ AB all minus 1 بيطلعوا بترتيب معاكس. يعني in general، يعني حتى لو قلت XYZ، يعني لو قلت XYZ all power minus 1 يطلعوا ازاي؟ Z minus 1 Y minus 1 X minus 1، خاصية مهمة قوي، بيطلعوا بترتيب معاكس in reverse order، in reverse order، اوكي؟ بيطلعوا في ترتيب معاكس. يعني لو قلت AB ماشي وهنا اهو AB minus 1، يبقى B minus 1 A minus 1، ولو قلنا XYZ minus 1 ها
تبقى زي ماينس 1 واي ماينس 1 اكس ماينس 1 بيطلعوا بالعكس. دي خاصيه فيري امبورتنت فيري امبورتنت. اوكي طيب جميل جدا. طيب حلو. بص بقى احنا وصلنا لايه؟ بص بقى احنا وصلنا لايه؟ وصلنا ان الاي بي اهي اي بي هي اي ماي اي بي ماينس 1 اي ماينس 1. طب واحنا عارفين ان الاي هي الاي ماينس 1 والاكس هي اكس ماينس 1 والواي هي واي ماينس 1 والبي هي بي ماينس 1. بقى يبقى البي ماينس 1 هي البي. طب والاي ماينس 1 هي الاي. طب بص انت هنا بادئ بمين؟ انت بادئ اي بي، اثبتت ان هي مين؟ بي اي. طب والاي بي دول انت واخدهم اي اربيتري المنتس؟ اي عنصري؟ اي عنصري. واثبتت ايه؟ اثبتت ان هصدر بايه في بي هو بي في ايه. وسنس ان الاي والبي تيكن اربيتري، انا واخدهم اي اثنين اي عنصرين، يبقى اي عنصرين ايه في بي هو بي في ايه. طب ايه ده بقى؟ ها ده تعريف مين؟ ده تعريف الايه؟ الكومتيتيف جروب اللي هي بنسميها ابيليان جروب. يبقى هي ابيليان. وسنس ايه وبي اذا بتكتب وسنس ان ايه وبي تيكن اربيتري، انا واخدهم اي عناصر اختياريه ولقيت ان الاي في البي هو بي في الاي، يبقى هي زين ات از ابيليان. يبقى زين الجي از ايه؟ از ابيليان. واثبتنا السؤال الاول. طيب هنخش على السؤال الثاني ونشوف جمال السؤال الثاني وحلاوته. السؤال الثاني بيقول لي كده شو ذات، تعالوا نشوف كده بس السؤال الثاني عشان نمسح بس الجزء ده عشان نستفيد بهذا هذه المنطقه في ان احنا نكتب فيها اللي احنا عايزين. يلا السؤال الثاني نقرا كويس وجميل قوي. طبعا الامتحان انا باخده على كذا فيديو عشان ماشي هقول لكم ميد ترم 1 ماشي محاضره اولى محاضره ثانيه وهكذا ميد ترم يعني اكزام ميد ترم اكزام سابق او بوست ميد ترم اكزام في وصف الفيديو عشان تبقوا عارفين ولغايه لما اخلص كل الميد ترم. اوكي طيب بيقول لي شو ذات ان الست اس ال 2 وار. ايه ده بقى؟ ايه الكلام ده؟ وهيقول ايه ده؟ ايه الكلام معناه ايه؟ يعني ايه كده؟ يعني ايه اس ال 2 وار؟ دي اسمها سبيشال لينير جروب. خلاص 2 باي 2 ماتريسيز عباره عن ماتريكس 2 في 2. يعني دي عباره عن اي ماتريكس 2 في 2 يعني مش 3 في 3 2 في 2 يعني عنصر هنا وعنصر هنا وعنصر هنا وعنصر هنا يعني اي بي سي دي ماشي اي عناصر اي وبي وسي دي بس بشرط خلاص الديترمنت بتاعتها بواحد. طيب الديترمنت بتاعتها بواحد كويس قوي يبقى معنى كده انها انفرتبل. ما دي اصلا سب جروب من مين؟ من الجنرال لينير جروب دي الجي ال 2 وار. طب ايه الار دي؟ العناصر دي ريال نمبر، يعني العناصر دي لو سميت ده اي بي سي دي العناصر دي كلها في ريال نمبر، دي كلها في ريال نمبرز، كل دول في ريال نمبرز اعداد حقيقيه، يبقى لازم كل حاجه من هنا معناها ايه؟ موجوده ليه؟ لو حطيت هنا زد يبقى العناصر دي من زد اعداد صحيحه. يبقى يعني دول هم الانترز الدواخل العناصر اللي جوه الايه؟ الماتريكس. العناصر جوه الماتريكس انت واخدها من فين؟ من الار تحط هنا ار وال2 دي معناها ايه؟ انها 2 باي 2 صفين وعمودين. لازم افهم كل ده. طب وكلمه اس دي معناها انها سبيشال. سبيشال ليه؟ لان الديترمنت بتاعتها بواحد. طب واحد يقول لي الديترمنت ازاي؟ يعني مثلا بص كده معايا اما اقول لك 3 وهنا مثلا 4 وهنا 1 وهنا 1 مثلا خليها مثلا هنا خلي لي هنا مثلا 4 وهنا 3 يلا اهي كده اهي دي ماتريكس اهي. الديترمنت كام؟ 4 في 1 ب 4 ناقص 3 1 يبقى دي في الاس ال. خلاص؟ ماشي؟ طب لو عملتها لك كده 5 1 1 4 اهي خلاص؟ الماتريكس دي هل دي لا لان 5 في 24 ناقص 1 19 دي في الجنرال لينير جروب لانها ليها انفرس 2 باي 2 ماتريكس ليها انفرس. دي اسمها الجنرال لينير جروب. جنرال ليها انفرس دي بتكون جروب اول ما انفرتبل ماتريسيز انفرتبل انفرتبل يعني ليها انفرس ليها معكوس اي ماينس 1 دي اي واحده زي مثلا هتحط كده اهي مثلا 4 2 5
واحد مثلا اهي اهي ماتريكس 4 في 1 ب 4 ناقص 10 ناقص 6 يبقى ليها ليها انفرس وهكذا. ليها انفرس طالما الديترمنت مش بزيرو، لكن لو الديترمنت بزيرو زي دي مثلا 3 2 مثلا هنا 6 4 دي مثلا 3 في 4 ب 12 ناقص 12 زيرو، لا يبقى دي لا تنتمي للجنرال لينير جروب لانها ما لهاش انفرس. يبقى دي وده السبيس اوف اول ماتريسيز اوف 2 باي 2 ماتريسيز اندر مالتيبليكيشن وهم يكونوا انفرتبل ليهم انفرس، يعني الديترمنت مش بزيرو. هي دي الديترمنت مش بزيرو خلاص. دي بتكون جروب ودي سهله ومساله واكزامبل عندنا في الكتاب. حلو. طب لو خدت بقى من دول شويه اللي هم الديترمنت بتاعته اه مش بزيرو بس بواحد بنسموهم سبيشال لينير ماتريسيز زي دي 4 في 1 ب 4 ناقص 3 1 اللي الديترمنت بتاعتهم واحد عايزين نثبت انها سب جروب. لازم نفهم كل كلمه في المساله بتقول ايه. الفرق بين الجي ال جي ال 2 ار والاس ال 2 ار دي الجنرال لينير جروب اللي كل الماتريسيز 2 باي 2 عشان هي في 2. لو انا حط 3 يبقى 3 في 3 3 صف 3 عمود خلاص. والانترس في الار طب دي جروب لانها انفرتبل وضرب الماتريسيز اسوشيتيف والانفرس موجود والايدنتيتي ماتريكس اي في حاله 2 اللي بتبقى الاي بكام. طيب حلو قوي. ازاي نثبت ان حاجه سب جروب في حاجه؟ طيب وهنا احنا هنا هنراجع معلوماتنا. ازاي اثبت ان اتش ان اتش اللي هي السب ست من الجي ازاي اثبت انها سب جروب؟ اه هنا بقى ليه سكتين. سكه بتقول لي كده عشان اثبت ان الاتش دي سب جروب الاتش تبقى سب جروب من الجي في طريقتين. اول طريقه ممكن استغلها او اثبتها اثبت ان الاتش كلوزد اندر مالتيبليكيشن اندر اوبريشن. اول واحده اثبت ان الاتش از كلوزد لان بقول الطرق وانت اختار كلوزد اندر الاوبريشن لان هنا ايه الجي اصلا جي ودوت اي اوبريشن اهي اندر الاوبريشن دي اهي ادي واحد اثبت ان الاتش كلوز يعني خد اي عنصرين في الاتش اضربهم في بعض يطلعوا جوه الاتش. طيب دي طريقه. وايه كمان بس ما ينفعش كده لسه في كمان خلاص اثبت الاتش از كلوزد اندر كذا. طيب يعني ايه اخد اي عنصرين اي وبي في الاتش دي معناها كده اثبت ان اي بي في الاتش دي معناها معناها اي 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 لاي اي وبي جوه الاتش ها يؤدي الى يؤدي الى ان الاي بي تنتمي الاتش دي معناها كلوزد. حلو قوي. الشرط الثاني اثبت ان الاي جوه الاتش اثبت ان الاي الايدنتي بتاع الجي جوه الاتش ده الشرط الثاني. طيب الشرط الثالث اثبت ان اي عنصر في الاتش له انفرس في الاتش ماشي. الشرط الثالث اثبت لكل اي في الاتش يوجد اي ماينس 1 ينتمي في الاتش له انفرس جوه الاتش. طب واحد يقول لي هنا طب ثلاث شروط. طب دي طريقه دي طريقه ماشي. في طريقه ثانيه نظريه مهمه قوي تتكون من شرطين عشان تثبت ان اتش سب جروب اف اند اونلي اف. ها اول حاجه تثبت نمبر 1 تثبت ان الاتش لا تساوي فاي. يعني ايه الاتش مش بفاي؟ يعني اثبت له ان الاتش نون امبتي ست. طيب حلو قوي نون امبتي ده يبقى ده الشرط الاول. الشرط الثاني بقى ها اثبت ان انا لو خدت اي 2 اي وبي في الاتش اي بي ماينس 1 في الاتش يبقى فور ايفري فور ايفري اي وبي جوه الاتش اثبت له ده يؤدي الى ان الاي بي ماينس 1 ايضا جوه الاتش ماشي. يبقى اول حاجه اثبت ان الاتش نون امبتي ست يعني فيها على الاقل عنصر له الايدنتي مثلا ها. وبعدين اقوم جاي ثابت ان اي بي في الاتش لو الـ A والـ B في الـ H الـ A B ماينس 1 لو عملها ضرب لو عملها طرح جمع وطرح او جمع يعني تبقى A ماينس B. طيب حلو قوي. اختار مين بمخك انت؟ ده عايز ثلاث شروط وده عايز شرطين. طيب يبقى اروح للي عايز شرطين اسهل. يبقى اثبت الاول
يعني انت ليك مطلق الحريه، بس ده عايز ثلاث شروط. وهنا زي واحد عايز منك ثلاث حاجات وواحد عايز منك حاجتين، يبقى اروح اللي عايز حاجتين عشان اخلص بسرعه. يبقى خلاص هنروح لمين؟ للي عايز مني حاجتين. يبقى اول خطوه انا عايز اثبت الاس ال 2 وار دي ايه يا جماعه؟ ها عباره عن ايه؟ سب جروب. طيب اولا 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 الايدنتيتي اليمنت، ما احنا عرفنا بقى هي سب جروب من مين؟ من الجنرال لينير جروب. الجنرال لينير جروب اللي هي كل الماتريسيز 2 باي 2 اللي هم انفرتبل ليهم معكوس، اللي هم كل الماتريسيز اللي على الصوره اي بي سي دي، دي كل الماتريسيز دي خلاص. بس بشرط الديتيرمنت اهي دي ايه مثلا، بحيث ان الاي الديتيرمنت الاي لا تساوي زيرو عشان تبقى ليها انفرس. حلو، ده الجنرال، دي الجنرال دي الكبيره، وبالتالي الايدنتيتي فيها الايدنتيتي، الايدنتيتي اللي هي الاي اللي هي مين؟ 1 0 0 1 دي تنتمي للجنرال لينير جروب وتنتمي للاتش. ليه؟ الاتش هنا اللي هي مين؟ اللي هي اس ال ار، اللي هي اس ال 2 وار. ليه؟ لان الديترمنت بتاع دي بواحد. هو الديترمنت بتاعت الايدنتيتي اليمنت مش بزيرو، حلو، بس كمان بواحد. ليه؟ لان واحد في واحد ناقص زيرو، يبقى دي في السبيشال، يبقى دي في الاتش، الاتش بتاعتنا هي الاس. يبقى انت اثبتت اول حاجه ان الاي تنتمي للسبيشال لينير جروب 2 وار اهي. ليه؟ لان الاي الديترمنت بتاعت الاي بتساوي واحد. على فكره كلمه ديترمنت هي تكتبها كده ديترمنت اي او كده او كده، يعني ممكن بتكتبها كده او ديترمنت، اي كده اسهل. ديترمنت اي بواحد يبقى اهو، لان بيقول لك كل اللي على الماتريسيز اللي الديترمنت بتاعتها بواحد. طب الايدنتيتي اليمنت الديترمنت بتاعتها بواحد، يبقى معنى كده ان الاتش مش امبتي لان فيها الاي الايدنتيتي اليمنت اللي هي الايدنتيتي ماتريكس. يبقى اذا الاتش اللي هي بتساوي سبيشال لينير جروب 2 وار ماشي لا تساوي 5 لان فيها الايدنتيتي اي جواها الاي. جميل قوي. طب فاضل بقى ان انا اخد اي تو ماتريسيز جوه واضرب ايه في الاي في البي ماينس 1 يطلع جوه الاي. طب تعالوا بقى دي هنثبتها ازاي؟ هو الشرط الثاني لاي تو ماتريسيز جوه الاتش، الاتش اللي هي مين؟ اللي هي الاس لينير جروب. طيب تعالوا بقى ناخد اي اثنين، احنا كده اثبتنا اول حاجه ان الاتش جواها ايه؟ ليست فاضيه، ليست امبتي، مش فاضيه، جواها الايدنتيتي. طب يلا ناخدوا اي عنصرين، يلا ناخد اي عنصرين، هاخد اي عنصرين A و B ماشي جوه السبيشال لينير جروب اس ال 2 وار. يلا هناخد اي تو ماتريسيز A و B اهي تنتميان للاتش، الاتش اللي هي مين؟ السبيشال لينير جروب 2 وار. حلو، دي معناها ايه؟ ان الديترمنت بتاعت الاي قلت لكم بتتكتب كده او بتتكتب ديت A، ودي اسهل، دي اسهل. ديترمنت A بواحد. طب ويبقى ديترمنت البي بكام؟ ها بواحد برضه، لان في السبيشال لينير جروب، السبيشال لينير جروب هي ماتريسيز خلاص الديترمنت بتاعتها واحد. حلو، طبعا مش بزيرو، ما هو واحد مش بزيرو، يبقى معناها ان هي ايه؟ ليها انفرس. طب حلو قوي. طيب هل يا ترى عايز اثبت بقى دلوقتي ان الاي بي ماينس 1 تنتمي للايه؟ طب هنشوف الديترمنت بتاع الدي بكام؟ خدناها قاعده بتساوي الديترمنت بتاعت الاي في الديترمنت بتاعت البي ماينس 1. طب وخدنا في نظريه المصفوفات الديترمنت بتاعت البي ماينس 1 بكام؟ واحد على الديترمنت بتاعت البي، ويبقى هنا الديترمنت اوف ايه؟ طب الديترمنت ايه؟ واحد ضرب واحد على واحد واحد، يبقى هذه الماتريكس اللي حاصل ضربهم الديترمنت بتاعتها بواحد، يبقى هي كمان جوه مين؟ جوه السبيشال لينير جروب. ويبقى كده احنا اثبتنا ها انها الحاصل الضرب يبقى الاي بي ماينس 1 اليمنت، اليمنت في مين؟ اليمنت في السبيشال لينير جروب، يبقى جوه الاتش، لان طلعت تتمتع بنفس الخاصيه اللي هي الديترمنت بتاعتها بواحد. الديترمنت بتاعتها بواحد. كده احنا خلصنا سؤالين في اول اكزام انتوا بعتوه لي على الجروب، ماشي هنكمل الموديل دوت، الموديل الاولاني ده ماشي يا جماعه، وبعدين نخش على موديل تاني، هناخده في كذا فيديو، ثلاثه فيديو، اربعه فيديو، مش مشكله، الميد الاولاني ده، وبعد كده نخش على اللي بعده.
خلاص. فانا هكتبهم بقى بالترتيب في وصف الفيديو. بوست اكزامز او امتحانات سابقه, بوست اكزامز فور ميد تيرم 1, وهكتب ليكتشر 1 ليكتشر 2 وهكذا. ماشي يا ابطال, ارجو ان انتم تكونوا فاهمين. اي حاجه مش واضحه ابعتوا لي على الخاص واحنا نشوفها. اوكي, الله يعطيكم العافيه.